التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، نعود ونهني مالك رغد عبد الله بن مبارك برويشد الشامسي من حضر بأول الأشواط الرئيسية للإبكار اللقاية المنتقلة في هذا الموسم إلى سن الإذاع وسن الإبداع. 4:29 التوقيت يتسجل مع رغد في أول الأشواط. في هذه اللحظات تبدأ الاستعدادات لانطلاقة ثاني الأشواط وهو أول أشواط الجعدان. قال الشاعر السعيدي بن سرور الاكتبي في مركاض يوم الأمس، ركض الحقايق بشر بخير في السد يوم العالم حضور، شفنا ذلايل سيرها نغير ندر ولا في الباقي قصور، نعمة طغت بالشكل والسير وشاهين قال خلت تيم مكسور، ابهن فرح كل الجماهير واللي ملكهن قال بات مسرور، ابهن قال فرح كل الجماهير واللي ملكهن بات مسرور، يلا يرزقهم تساعير وابدعت يا ابو سعيد مشكور، والشكل للجنة وتقدير يلي جهدهم دوم مذكور، مشكور يا شاعرنا يا السعيد يا بن سرور يا الاكتبي على هذه الابيات في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، اعلنت انطلاقة اول اشواط الجعدان. اتقدم مع المركز الاول شاهين ينطلق كالشواهين بشعار عبيد بن سالم من سيف الراشدي، هالي مغافة يتقدمون في أول كيلو ما بعد انطلاقتي. هذه الأسماء والشعارات. المركز الثاني قادم شاهين سرور بن عتيج بن سرور الظاهري قادم على المركز الثاني. المركز الثالث هياش قادم هباش هباش عوض بن عبيد الراشدي يقدم هباش. المركز الرابع راهي عوض بن عبيد الراشدي قادم، والشرقي على المركز الخامس يتقدم بشعار عامر بن راشد بن خليفة بالمر النيادي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات. عندما وصلنا لمنتصف المسافة كيلو ونصف الكيلو، هنا ما انقطعناه، ما تبقى نصف المسافة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. شوطنا الأول الرئيسي للجعدان، وين بيصبح وين بيصبح وين بنسلم؟ أهالي مغافة مسيطرين، أهالي مغافة يتقدمون. عبيد بن سالم بن سيف الراشدي يتقدم على المركز الأول. الظاهري يظهر في هذه اللحظات في ميدان الظهر في ميدان مدينة العين، قادم مع شاهين سرور بن عتيج بن سرور الظهر قادم على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع القادم وقعد الكيلومتر الاخير الشرقي القادم عامر بن راشد بن خليفة بالمر النيادي، هل صاروا قادمين على المركز الثالث. المركز الرابع هباش هباش يا ابو عبيد عوض بن عبيد الراشدي قادم على المركز الرابع يقدم هباش، ولكن اعود الى الثلاثية، أصبح الثلاثية ما بين الراشدية ما بين الظاهرية ما بين بالمر النيادية. اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة أول الأشواط الرئيسية، أول انطلاقات مدينة ميدان العين، أول انطلاقات الجعدان لسن اللقاية المنتقلة لسن الإذاعة وسن الإبداع. الشرقي الشرقي وشاهين الشرقي وشاهين، ولكن شاهين طارق
كالشواهين، طار كالشواهين من البداية وقائد لمسيرة هذا الشوط. الراشدي على المركز الأول، الشرقي قادم، عامر بن راشد بن خليفة بالمرة النيادي على المركز الثاني، ولكن الراشدي بو سالم، تسلم يمينك يا بو سالم إلى مغاف السلام، إلى مغاف السلام، إلى عبيد بن سالم بن سيف الراشدي، راعي شاهين، راعي شاهين، لله درك يا راعي شاهين، تسلم يمينك يا بو سالم. التوقيت 4:30، المركز الثاني وصل الشرقي لعامر بن راشد بن خليفة بالمرة النيادي، المركز الثالث شاهين لسرور بن عتيش بن سرور الظاهري، المركز الرابع شاهين لعمر بن محمد بن ماجد الحجري. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس لك يا ابو سالم، عبيد بن سالم بن سيف الراشدي اللي صب على هالي مغافة بالخير بطريقتي واسلوب شاهين، تهانينا والناموس للجميع.